السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي مشاهدي قناة سامراء الفضائية، وحلقة جديدة في تغطيتنا الخاصة لهذا اليوم والتي خصصناها بجزئين. الجزء الأول يتحدث عن الملف السياسي والانتخابات القادمة، ما الجزء الثاني تكلم عن عودة لسيطرات وهمية في المناطق المحررة. ابتداء بالجزء الأول وبعنوان التوافقات السياسية لتأجيل الانتخابات على الأقل 6 أشهر في العام المقبل. يعني اليوم المواطن العراقي أكيد لا ينظر إلى موضوع الانتخابات بنظرة جدية، كون الأمر يتعلق بأمور إنسانية سواء كان بالمحافظات المحررة أو بالمحافظات الجنوبية، وهذا كلام الكثير من السياسيين أن لا وجود لرغبة لدى الشعب العراقي بالمشاركة في الانتخابات القادمة، لا بل ذهب بعض السياسيين وأعلن نسبة متوقعة داخل الكتل السياسية للمشاركة بالانتخابات القادمة في حال أن تمت في موعدها المحدد وهو 12 آيار 2018 ستكون بنسبة 30% أو أقل من هذا المشاركة بشكل عام لعموم العراق. اليوم نحن أمام مفصل تاريخي يخص العملية السياسية، العملية الديمقراطية بالعراق بشكل عام بعد 2003، وهي تاج، إذا صح التعبير، تاج العملية السياسية وهي على العملية الانتخابية والمنفذ الديمقراطي الوحيد الذي يمكن للمواطن العراقي أن يرشح أو يصوت للشخصية السياسية التي يرتئي من خلالها أن تكون نافعة للبلاد و أو أن يكون ممثل له. لكن الموضوع هنا يتضح بخلافات موجودة داخل الكتل السياسية، خلافات بدرجة أولى على موضوع الموازنة التي من خلالها يمكن إقامة الانتخابات وحاجة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات للأموال حتى تهيئ هذا الموضوع. الموضوع الثاني الأطراف الرئيسية بالعملية السياسية، المكون السني، المكون الشيعي والمكون الكردي، كل له مطالب بالموازنة العامة وانعكاس هذه المطالب على موعد الانتخابات والرغبة السياسية من عدمها في إجراء هذا الموضوع. نتكلم عن رغبة سياسية في الظاهر ورغبة سياسية في الباطن، بمعنى آخر هناك جهات سياسية في العلن تقول أن يجب إجراء الانتخابات في موعدها وإلا سيدخل العراق في نفق دستوري مظلم. بمعنى آخر وبتوضيح آخر، أن تكون لا دولة داخل الدولة، وهناك توجهات من قبل الحكومة الحالية برئاسة الدكتور حيدر العبادي لحصر ملفات كثيرة متراكمة منذ عام 2006، ما نجي على 2003 وما بعدها، لا نقول منذ عام 2006 لحد عام 2017، من أهمها ملف الفساد ونوايا الحكومة بالتحرك وتضييق هذا الملف، أو ممكن نقول إعادة جزء من الأموال التي تم تهريبها، تم هدرها، تم يعني أعمال مشابهة للفساد. ما نقدر نتكلم عن موضوع الفساد بدرجة، لأن المسؤولين دائما هم يقولون هناك فساد ولا نعلم الفساد أين، يعني بالضبط وين الفساد ما نعرف، مثل ما بعض التصريحات يقول هناك أكو فضائيين ولا نعلم الفضائيين وين، نقصد الفضائيين اللي يستلمون رواتب ولا زالوا موجودين بالحكومة العراقية. هذا جانب. جانب الأهم من هذا الموضوع اليوم، إذا كانت العملية الديمقراطية في الانتخابات رغبة سياسية أو رغبة شعبية، هنا لازم نفرق بين هذا الموضوعين بالذات. يعني اليوم إذا كانت رغبة سياسية فالكتل السياسية هي من تنظر وتوضع المواعيد حسب الدستور، لا يمكن التجاوز الدستور يعني بمسافة أو وقت 45 يوم قبل انتهاء الدورة الحالية، ويجب أن يكون هناك انتخابات حتى هذه التوقيت الدستورية يمكن تسمح للبرلمان القادم أن يشكل حكومة ويعلن رئيس وزراء. فيما إذا أن تجاوزت الحكومة الحالية أو البرلمان بجميع مسمياته هذه التوقيتات، كيف سيكون الشكل القانوني لحال الدولة ولحال البرلمان بالذات؟ أنه البرلمان أعتقد أنه لا يوجد نظام داخلي يسمح بتمديد عمر البرلمان أو دستوري
حتى نأكد هذا، لا وجود لفقرة دستورية أو قانون يسمح للبرلمان من تمديد لنفسه عمر خارج الفترة المحددة لها بضمن الدستور، لكن الحكومة ممكن بضمن قانون الطوارئ ممكن البرلمان الحالي أن يمدد عمر الحكومة ضمن قانون الطوارئ. هذه الكثير من التفصيلات، وهناك تفسيرات مختلفة. بعض النواب يقولون أن تفسير الدستور يتحمل أوجه كثيرة، ممكن لأي كتلة لأي جهة تحمل أو يتحمل، وهذا ما قال أعتقد أيضا يعني السيد مدحت المحمود، أن الدستور العراقي ممكن أن يتحمل العديد من التفسيرات، وهذا ما سبب إرباك بالعملية السياسية، لأن من الذي يسيطر هو الذي يفسر حسب ما يرتئي لوجهة نظرة، وهذا أيضا ليس كلامنا نحن كقناة، ولكن هذا كلام العديد من السياسيين. موضوعنا حلقتنا لهذا اليوم سيكون شامل لعملية الانتخابات، هل ستؤجل الانتخابات؟ هل ستمضي الانتخابات في موعدها؟ ماذا لو تأجلت؟ ماذا سيحصل؟ ماذا لو مضت الكتل السياسية في عملية الانتخابات وهناك ملفات عالقة، من أهمها ملف النازحين، ملف الأزمة بين بغداد وإقليم كردستان، الكثير، ملف مطالب المحافظات الجنوبية برفع سقف البترودولار إلى 5 دولار، الأزمة المالية، انخفاض أسعار النفط، هذه كلها تدخل ضمن إطار العملية السياسية والعملية الانتخابية القادمة. لا البعض أبحر إلى هذا الموضوع أن هناك تحركات لإعادة العملية السياسية إلى مربع الأول والبدء بعقد اجتماعي جديد في حال إسقاط أو في عفوا لا نقول هذه الكلمة، في حال أن مددت الحكومة ولم يتم انتخاب شرعي بانتخابات شرعية سيكون هناك تغير جذري. هذا الكلام يعني أعتقد كلام جرائد، لا ما ممكن أنه واحد يصدقه، هذا مو تبني من عندنا، لكن دليل هذا أنه جميع الكتل السياسية لا ترغب في أن يكون للعملية السياسية، لأن الضامن الوحيد لبلد مثل العراق أن يكون الجميع متفقون، وهذا مبدأ التوافق اللي علمتنا عليه الكتل السياسية، ونجني حاليا نجني هذه المشاكل والأزمات بسبب هذا العمل التوافق بين الكتل السياسية. أضف إلى ذلك اليوم بعض الكتل تبحث عن أغلبية سياسية، يعني أغلبية سياسية وين؟ بالبرلمان، حتى تكون هذه الأغلبية السياسية هي من تشرع وتصدر القوانين وتكون داعمة لرئيس الوزراء في الفترة القادمة وتكون جهة معارضة. طبعا المعارضة للأسف اللي نعمل بها حاليا في البرلمان للأسف ذو وجهين، وجه تنفيذي ووجه تشريعي، يعني هو معارض إيده بالحكومة وأيضا إيده بالبرلمان العراقي، فلا وجود لمعارضة في البرلمان العراقي، بمعنى المعارضة ليست بالذهاب إلى الاعتراض بشكل وحمل السلاح، لا، الاعتراض أنه بجهة المراقبة لأداء الوزارات لأداء رئيس الوزراء، لأن الجهة الوحيدة التي ممكن أن تسحب الثقة من الرئيس الوزراء هي البرلمان، لأن هي من تفوض البرلمان وترفع اسمه لرئاسة الجمهورية ويتم المصادقة والتفويض لرئيس الوزراء. هذه مجمل التفصيلات التي يمكن نناقشها بعد قليل مع النائب سالم العيساوي، إن شاء الله سيكون معنا على اتصال بعد قليل، حتى نفهم اليوم يعني وين نريد نذهب إحنا، بأي اتجاه بالنسبة للمكونات. يعني خلينا نتكلم للأسف، يعني نقولها بمرارة، خلينا نتكلم اليوم بموضوع المكونات، لأن اليوم إذا ننظر إلى العملية الانتخابية فكلام السياسيين كلام مكونات. يعني اليوم إذا نتكلم عن التحالف الوطني فهو ممثل لمكون الشيعة، نتكلم عن اتحاد القوى فهو ممثل للسنة، نتكلم عن التحالف الكردستاني فهو ممثل للكرد، فهذا اللي تعلمناه وهذا ما موجود. فإذا كانوا يذهبون باتجاه أغلبية سياسية وهذه غير موجودة وغير مؤاتية بالوقت الحاضر إلا بوجود توافقات أيضا، وممكن أن تكون التحالفات مبنية على عقد ثابت، ممكن أنه بعد الانتخابات تتغير هذه التوافقات وتتغير تشكيلة التحالفات بشكل كامل بعد الانتخابات. أي اليوم 28 سيتم الإعلان على الائتلافات، يوم 28 بعد تقريبا 3 أيام من هذا الشهر سيتم الإعلان على الائتلافات ولخوض الانتخابات، الائتلافات السياسية فيما بينها. بعد 28 سيتم البحث والعمل البرامجي بين الكتل السياسية لخوض الانتخابات،
هنا أكو ضغوط سياسية داخلية وخارجية من أجل تأجيل أو تمديد الانتخابات 6 أشهر حتى تسمح للحكومة الحالية الالتزام أو الإيفاء بالعهود التي قطعتها أو اللي ألزمها البرلمان عليها خلال جلسة من الجلسات، بإعادة النازحين، بالنظر إلى ملفات الفساد، بالنظر إلى مطالب المحافظات الجنوبية. هذه الملفات يجب أن تكون للحكومة الحالية إيفاء بهذه الالتزامات، وهي ما تتمسك به اليوم الكتل السياسية من أجل أما إزاحة الانتخابات، لا نقول تأجيلها، إزاحة انتخابات لموعد محدد قابل للنقاش بموافقة البرلمان، أو أن يكون تأجيل مفتوح إلى أشعار آخر حسب ما جتنا ببعض المصادر اليوم اللي قالت لنا عن هذا الموضوع، يعني تأجيل انتخابات إلى أشعار آخر. لكن ما شاهد اليوم تصريحات الرئاسات الثلاث هي تطالب بإقامة الانتخابات، سواء كانت رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، رئيس البرلمان، يشددون على إقامة الانتخابات بموعدها. لكن بالجهة المقابلة كثير من الكتل السياسية وموقف التحالف أو اتحاد القوى أو تحالف القوى الوطنية موقف واضح، يقول لك إحنا ما رايحين الانتخابات، لكن نعمل على أنه هذا الموعد سيقر أو ستجرى فيها الانتخابات يوم 12 آيار، لكن نحن نبحث ونعمل على تمديد عمر الانتخابات أو تأجيلها بوقت هذا المحدد. أيضا هناك مواقف مختلفة من التحالف الوطني أو تحالف الوطني لبعض الأحزاب وبعض الكتل مناغمة مع مواقف اتحاد القوى. وأما إذا نظرنا على موضوع الإقليم كردستان فهذا يعني الله يساعدهم على هذه الأزمة اللي موجودة، ودائما مبادرات الحوار تطرح و لا مجيب بسبب ما نعرف هذا السبب، هل هو بغاية لتأجيل انتخابات أو عقد انتخابات أو لا لماذا، لكن هنا الحاجة، حاجة المواطن العراقي سواء كان في الإقليم أو في الوسط أو في الجنوب ما له علاقة بالأمور السياسية. يجب أن يكون للمواطن حق مشروع وهو حق المواطنة وحق إداء الواجب من قبل الحكومة. هذه هي الملفات اليوم التي تعتبر عائق أمام الكتل السياسية من أجل تحقيق موضوع يعني الانتخابات، ما إذا كان هذه الموضوع محقق أمام المواطن أم غير محقق. يعني اليوم المواطن إذا كان بالخيم، وممكن بعض يمكن المفوضية أن تهيئ مراكز انتخابية في مناطق هنا وهناك من أجل أن تكون عملية انتخابية ميسرة، لكن هناك تشكيك بأن تكون عملية انتخابية بوجود البيومتري أو هذا التبصيم الإلكتروني للمواطن الناخب، ونسبة تزوير يعني هم معترفين بها السياسيين كلهم، نسبة تزوير لا تصل إلى 20%، لكن البعض يشكك أنه إذا كانت بالمخيمات وتحت ضعف يعني قابلية المواطن أو حاجة المواطن ورغبة المواطن بالاتجاه نحو الانتخابات، فقد تكون الانتخابات أو تزوير يصعد عن هذا الرقم أكثر من 20 يوصل. هذا كلامهم أيضا، ليس كلام يعني كلام متبنى من عندنا. يعني النتيجة أو المحصلة، هناك عدة نقاط مهمة يعني يمكن أن نوضحها أو نشوفها من خلال بعض التفاصيل اللي راح نتوالى على تقديمها شيئا فشيئا بعد فاصل قصير، ومن ثم نعاود تغطيتنا لهذا اليوم. أهلا بكم من جديد. يعني هل ستفلح الجهود السياسية في تأجيل موعد الانتخابات الضاغطة باتجاه المحافظات الغربية أو الأزمة العالقة بين إقليم كردستان، أم سيفلح التحالف الوطني والكتل السياسية الضاغطة على إقامة انتخابات في موعدها؟ هذا يعني متروك للأيام القادمة، يعني للعام القادم
قد ستبين من خلال موضوع الموازنة وكيف سيكون التصويت على الموازنة. البعض فاتني الذكر، البعض من الجهات السياسية تحاول إلزام البرلمان خلال عقدة لجلساته وعودة من الإجازة التشريعية للفصل الرابع، ستلزم أو تحاول أن تدفع البرلمان بالتصويت على موضوع يعني تأييد أو التصويت على موضوع الموعد، هو يوم 12 الذي قدم مجلس الوزراء بالنسبة لموعد الانتخابات، وجمع بين الانتخابات مجالس المحافظات وانتخابات النيابية في يوم واحد. يعني هذا الموضوع أيضا قد يربك أو يعطي زخم كبير أو ثقل كبير على المفوضية، لأن تحتاج إجراء انتخابات اثنين، يعني انتخابات مجالس المحافظات بنفس الموعد النيابية. هذه تحتاج إلى صناديق مختلفة، تحتاج إلى مراقبين، قد يكون هناك دمج للمراقبين، لكن هناك أمور لوجستية تحتاجها المفوضية، وقد سعت المفوضية العليا إلى بإرسال طلب لمجلس الوزراء بإطلاق سلف من ضمن الموازنة قبل التصويت عليها، من أجل العمل على تهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات. يعني بالمحصلة إذا أريد نتكلم اليوم عن موضوع الانتخابات، اليوم المواطن العراقي ما الذي حصده من النواب أو البرلمان أو الدورات السابقة حتى يكون إلى دافع بالنسبة للمشاركة الحقيقية بانتخابات الدورة القادمة؟ هذه نقطة. النقطة الثانية، المآسي اللي تلقاها جميع الشعب العراقي سواء بالجنوب سواء بالوسط سواء بالمناطق الغربية حتى بإقليم كردستان، اللي كلهم عانوا ما عانوا من دخول تنظيم داعش والسيطرة على 3 محافظات، ودفعوا ثمن باهظ ودماء أبنائهم من البيشمركة، من القوات الجيش العراقي، الحشد الشعبي اللي لبى نداء المرجعية اليوم، والحشد العشائري أيضا، هذولا دفعوا دماء من أجل إعادة العراق على ما كان عليه. إذا نقيس رغبة هؤلاء بالعملية السياسية أو الانتخابية، عفوا لنا نقول العملية السياسية، بالعملية الانتخابية القادمة، هل هم راغبون بالتأكيد بإجراء هذه العملية الانتخابية بموعدها أو بغض النظر عن تأجيلها أيضا بموعد سابق؟ ما الذي سيتغير عندما تكون هناك عودة؟ أكو ملف أكبر من عنده، وموضوع آخر، واليوم الخدمات بالجنوب متدنية جدا، اليوم شحة بالمياه موجودة بمحافظات الجنوبية، اليوم تظاهرات على موضوع خصخصة الكهرباء بالجنوب، هذه مشاكل تواجه الحكومة. أيضا بالمحافظات الغربية مدن بالكامل مدمرة، لا وجود لبنى تحتية، أيضا أحياء كاملة لمنازل مواطنين مدمرة، والحكومة ما عندها إمكانية أنه تعمر أو تعيد التأهيل بالمحافظات الجنوبية. هي مو قضية فقط انتخابات ودورة انتخابية، لا، هي قضية شعب كامل، بلد كامل بأكمله يواجه ظروف قاسية في ظل هذه التوجهات السياسية والكتل السياسية، من رغبة وعدم رغبة بإقامة الانتخابات. المواطن وين بهذه المعادلة كلها؟ المواطن بالتأكيد، المواطن إذا كان يحاول من خلال انتخابه لشخصيات سيذهب للانتخابات ويشوف شخصيات جديدة شبابية، يقول لعل الأمل بهم هذول الشباب الجديدين، بغض النظر عن المسميات، الأسماء، الأحزاب والكتل السياسية التي ذهبت باتجاه آخر بتسمية شبابية وأخرى مدنية وأخرى وما إلى ذلك من تسميات، لكن اليوم النظرة حتى وإن كانت هذه التسميات أو مغاير، فهي إرادة تلك الكتل لتغيير عملها اللي هو ينافي أعمال السابقة بالنسبة للكتل، فهذا أيضا مؤشر إيجابي قد يدفع المواطن باتجاه التحرك نحوها من أجل إعادة العراق على وضع الطبيعي. هذا اليوم ما موجود بملفنا اللي خصصناه لموضوع الانتخابات. أيضا بعد الفاصل سنتكلم عن موضوع أكبر وساخن، وهو قضية كبيرة لوجود أو عودة لسيطرات وهمية في المناطق المحررة بالمحافظات. ابقوا معنا.
أهلا بكم إلى الجزء الثاني من حلقتنا لهذا اليوم، والذي خصصنا عن السيطرات الوهمية وللأسف اللي بدأت تظهر في مناطق محررة بعد إعلان النصر الكبير. يعني الكثير أشاروا إلى أن هذه السيطرات يا أما تعود لعناصر داعش اللي هم جالسين بالأنفاق، يا أما تعود لخلايا تنظيم داعش. طيب إذا كانت خلايا فأن الإجراءات الأمنية المدققة للعائدين مو 100%، هذه إذا كانت خلايا نائمة. وإذا كانوا داعش موجودين في أنفاق فهناك يجب إطلاق حملة عسكرية أخرى لمعرفة الأنفاق وما وين تودي وين تجيب هذه الأنفاق، وإذا كانوا موجودين يعني حتى نضبط المسألة. لكن ما جرى أمس في يعني لاستشهاد مدير مركز شرطة الشريعة العقيد فاضل السبعاوي على يد مجهولين طبعا بالخبر، وأيضا سبعة من منتسبيه وابنه اليوم بسيطرة وهمية كانت محطوطة على طريق الزاب. وحتى نوضح أكثر ما جرى بالأمس ينضم معي عبر الهاتف السيد محمد الجبوري الناشط الإعلامي والمرافق للقوات الأمنية من الحويجة. مرحبا بك أستاذ محمد. مرحبا بك أستاذ أحمد وعلى كل مشاهدي قناة سامراء الفضائية. حياك الله. يعني بدأ أن تنطينا صورة ما الذي جرى وكيف وقع هذا الحادث واستشهاد مدير شرطة أو مركز الشريعة، تفضل. نعم، في البداية مساء الخير عليك وعلى كل مشاهدي قناة سامراء الفضائية. حدث الحادث هذا يوم أمس في تمام الساعة 7 مساء في طريق رياض حويجة، ليس طريق ناحية الزاب. هذا الطريق كان هناك سيطرة وهمية لتنظيم داعش الإرهابي. السيطرة الوهمية جاءت بعد انسحاب عناصر الحشد من هذه السيطرة في بالتحديد في قرية ربزة، قرب قرية ربزة في طريق رياض حويجة. وتم تنفيذ الحادث واستشهاد العقيد فاضل السبعاوي من مركز شرطة الشريعة وسبعة من أفراد الشرطة، وأيضا بالإضافة إلى استشهاد ابنه. نحن بحاجة لإطلاق عملية عسكرية وعملية أمنية للقضاء على الجيوش والخلايا النائمة من تنظيم داعش في ذلك القاطع، في قاطع الرباط والحويجة والرشاد. أستاذ محمد، يعني إذا سمحت لي، قبل الخوض بهذه التفاصيل، اليوم احنا امام اعلان نصر كبير من قبل القائد العام للقوات المسلحه وانهاء ملف تنظيم داعش بالمحافظات. لكن اذا اردك تخلي اليوم المشاهد سواء كان بالمحافظات الجنوبيه او بالوسط او المحافظات الغربيه وخصوصا في منطقه او قضاء الحويجه، هل التحرير مكتمل وانت ابن الحويجه؟ يعني عندك صوره كامله للتحرير؟ وين موجودين عناصر داعش اذا كان هم جيوب لا زالت تحت سيطرتهم؟ أو هناك مناطق لم يتم تطهيرها بشكل كامل بأنفاق في الزاب، في الرياض، في الرشاد، في الحويجة نفسها؟ نعم، كلامك صحيح. النصر بحاجة إلى تكملة في الحويجة حقيقة من وجهة نظري ومعايشتي للوضع في الحويجة. وأنا في الحويجة، النصر لم يكتمل في الحويجة. نحن بحاجة إلى إطلاق عملية أمنية واسعة النطاق تتضمن القضاء على العناصر المختبئه في مناطق الرياض والحويجه، وهناك مبازل كبيره جدا. نحن بحاجه ان نطهر هذه المبازل الكبيره، وفي مناطق حقيقه للاسف لم تصلها القطاعات لحد هذه اللحظه في مناطق الرشاد ومناطق الرياض. ومناشدتي الى السيد القائد العام للقوات المسلحه والى السيد وزير الداخليه بارسال قوات من الشرطه الاتحاديه الى ذلك القاطع، لان القطاعات التي موجوده في الحويجه لا تكفي لحجم المسافه الموجوده. نحن فقط يعني موجود في القاطع لواء 60 الذي تابع لفرقه 20 في الجيش العراقي، وايضا من قطاعات الحشد الشعبي، لكن نحن بحاجه الى ارسال تعزيزات عسكريه الى ذلك القاطع للسيطره على الوضع. وهناك بعض التعرضات التي تحدث بين الحين والاخر، وهذه تشكل نقطه خطر وخوف للسكان الموجودين. ونحن مقبلين على عوده سكان مركز الحويجه والمناطق التي لم يعود السكان اليها. قبل عوده النازحين استاذ محمد اذا سمحت لي، ما الاجراءات التي اتخذتها الحكومه سواء الحكومه المحليه في كركوك يعني بهذا الحادث، او الحكومه المركزيه او القيادات الامنيه بخصوص مركز الشريعة؟ نعم، هناك قوة جاءت حقيقة من الحشد الشعبي والجيش العراقي ومن شرطة الحوجة، طوقت المكان. وهناك عملية بحث في داخل هذا المنطقة، داخل قرية تحدث فيها الحادث، بحثا عن طيور للعناصر الذين نفذوا العملية وفروا من ذلك القاطع.
لكن نحن نعتقد ان هذه العمليه لا تكفي، هي عمليه يعني بسيطه وفقط على مستوى قريه. نحن نتامل من القاده والقيادات والسيد محافظ كركوك لمناشده السيد القائد العام للشارقة عزيزات، لان القطاعات يعني منشغله حقيقه في بعض القواطع، قطاعات اغلبها منشغله في قواطع اخرى في الموصل وغير الموصل. نحن بحاجه لارسال قوات من الشرطه الاتحاديه، على الاقل فرقه من الشرطه الاتحاديه، فرقه يعني لتسفي القاطع كبير جدا حقيقه يضم اربعه نواحي، هي الرشاد والرياض والزاب والعباسي، بالاضافه الى مركز الحويجه، وهناك ايضا اكثر من 300 قريه في ذلك القاطع. حقيقه اللواء لا يكفي لسد القاطع، وايضا من الحشد نحن يعني نراشد كل القطاعات يعني وزير الدفاع وزير الداخليه بزياره المكان والاطلاع على الواقع الذي تعيشه والذي يعيشه السكان في الحويجه. نعم، طيب هل هناك مناطق بالتحديد، مناطق لا تزال تحت سيطره تنظيم داعش؟ نعم استاذ احمد، كسيطره فعليه على الارض لا توجد حقيقه، لا يوجد اي منطقه يحكمها داعش بالعالم، لكن هناك تخفي عناصر متخفين في مناطق كثيره ومبادئ كثيره، وعناصر عددهم ليس بالقليل حقيقه. يعني شنو نفهم اليوم متخفين؟ اذا سمحت لي استاذ محمد، اذا سمحت لي المناطق. نعم. حقيقه هذا الوضع يشكل يعني هاجس خطير جدا على السكان الذين لديهم نيه للعوده الى مركز الحويجه. بالضبط، احنا على السكان يعني حتى نفتح ملف العوده استاذ محمد اذا سمحت لي، يعني اليوم هذه العمليه هي لخلايا نائمه ام لعناصر موجودين في انفاق؟ يعني ما تحددت هذا الموضوع؟ ما عرفتوا شيء؟ لا يعني العمليه تبدو انها هناك خلايا نائمه حقيقه، يعني خلايا نائمه وعناصر مختبئه في ذلك القاطع، يعني خشيتنا انه خروج العناصر في قواطع اخرى وحدوث نفس العمليه حقيقه، يعني نحن بحاجه لاطلاق عمليه عسكريه للقضاء على كل الخلايا النائمه والعناصر المختبئه، لكن تركيزنا الكبير هو هناك اكثر من الخلايا النائمه، هناك عناصر مختبئه، يعني هناك مناطق يعني في ناحيه الرشاد تسمى صغيتون، فيها مبازل واسعه كبيره جدا، منذ ان كانت القطاعات قبل دخول تنظيم داعش الارهابي كان داعش مسيطر عليها، ويعني يسيطر عليها ايضا بالخفيه ليست بالعلن، ويحدث عمليات هجوم واسعه على الرذائل الجيش العراقي كانت موجوده في ذلك القاطع، وكان يعني نخسر كثير من الرذائل الجيش والشرطه الموجودين في ذلك القاطع، فيعني لا زال يشكل خطر حقيقه. طيب اذا فتحنا اليوم ملف عوده النازحين من اهالي الحويجه والقرى، وانت ذكرت يعني اكو نواحي واكو 300 قريه تابعه لهذا القضاء، وهذه الأعداد الكبيرة للقرى والأقضية بالتأكيد مقابلها أكو نازحين، يعني نازحين بقوا من خلال عمليات التحرير ونازحين خرجوا في مناطق أخرى في صلاح الدين وفي بغداد وما إلى ذلك من المناطق. اليوم هل هناك يعني عمليات حقيقية جدية من أجل يعني تدقيق الأسماء وعودة النازحين أم أنها مجرد تصريحات؟ حقيقة العودة الفعلية لم تحدث لحد هذه اللحظة، لأن يعني على مركز القضاء العدد الكبير من النازحين هو من مركز القضاء، هناك تدقيق عملية تدقيق كبيرة جدا للعوائل، هناك وعود من قبل قيادات الحشد الشعبي والجيش العراقي الذين يمسكون قاطع مركز الحويجة، الآن تكون هناك عودة شاملة وتدقيق شامل لآلاف العوائل التي سترجع إلى مركز الحويجة، لكن لحد هذه اللحظة لم ترجع. أتمنى أن يكون هناك تدقيق فعلي للعوائل، لان هناك عناصر من تنظيم داعش خشيتنا ان يعني يرجعوا بحجه العوائل الى الحويجه ويحدثون عمليات زعزعه للوضع الامني داخل القضاء. العوده يجب ان تشمل عوده جماعيه لكل النازحين، لانه يعني بدون عوده السكان لا يمكن ان يحدث امن، لان المواطن سيصبح عنصر استقبال القوات الامنيه وسيصبح ايضا عنصر مساعد وسيقضي على الخلايا النائمة وعلى العناصر المتخبئة في ذلك القاطع. بدون عودة المواطنين لا يمكن أن يحدث أمن في داخل الحويجة، هذه قاعدة ثابتة. تمام، طيب أستاذ محمد، يعني بعودة نازحين هناك أيضا ملف يجب تحضيره من قبل الحكومة المحلية، من قبل الحكومة المركزية، وهو ملف الخدمات. اليوم أول شيء خلي أستطلع من حضرتك وأنت الآن بالحويجة، يعني الآن البنى التحتية قادرة على استقبال عودة النازحين؟ البنى التحتية نوعا ما مدمرة داخل مركز الحويجة، أكثر من 60% من البنى التحتية في الحويجة هي مدمرة حقيقة، ولا يمكن أن يعود الناس إليه، لكن هناك
اكثر من 40% طلب بعوده النازحين، و40% نسبه ليست بالقليله استطاعتها عوده مركز القضاء وعوده الحركه التجاريه داخل القضاء. نحن يعني املنا ان تعود الخدمات. حقيقه هناك تقصير كبير جدا من الحكومه المحليه في الحويجه، سواء من السيد رئيس مجلس الحويجه وبعض القائمين على الحكومه المحليه، لكن هناك فرق تاتي سواء من الكهرباء وفرق اخرى من الفرق التنظيف من عمليات يعني من مديريات عفوا مديريات الفرات الاوسط، شكرا وتقدير من مديريه كهرباء بابل التي اتت وقامت بجهد كبير جدا في الحويجه، يعني التيار الكهربائي تم اعادته الى جميع مناطق الحويجه، وهذا الجهد يشكر لمديريه توزيع بابل والمديريات الاخرى، مديريه توزيع صلاح الدين، الى كل المديريات التي ادت الى الحويجه. لكن الحكومه المحليه لديها تقصير واضح في الحويجه ولم تقم باي دور حقيقه فعلي في القضاء. تقصد الحكومه المحليه بالقضاء بقضاء الحويجه لو الحكومه المحليه ككل بمحافظه كركوك؟ لا، الحكومة المحلية في داخل قضاء الحويجة حقيقة لديها تقصير كبير جدا. نعم، طيب إذا كانت هي مقصرة وتقول لك أنه اليوم أنا ما عندي لا عندي تصريح، لا عندي تصريح يعني بالدخول والعمل، ولا عندي أموال أقدر أعيد بها الخدمات، وهذا الموضوع هذا أيضا متوقف على موافقة القيادات الأمنية وموافقة الحكومة المركزية بشأن عودة الخدمات، لكن خلينا نكون بموضوع ندخل بموضوع آخر مقارب لموضوع الخدمات. يعني استشف من كلامك أنه اليوم موضوع الكهرباء بدأت تعود تدريجيا لكن لا حياة بشكل طبيعي بقضاء الحويجة، هناك مخاوف من عودة تسلل عناصر داعش للمنطقة. كيف سيكون الموضوع بهذا الصورة وهناك عمليات عسكرية قد ستجرى خلال الأيام القريبة لعملية التطهير من جديد؟ نعم، أملنا حدوث عملية عسكرية قريبة في الأيام القليلة، يعني في غضون أسبوع، حتى يتم بعد هذه العملية العسكرية عودة جميع النازحين. حقيقة لا نشجع على عودة النازحين في الوقت الحالي بعد حدوث عملية أمنية كبيرة جدا أو عملية عسكرية للقضاء على كل جيوب تنظيم داعش الإرهابي والخلايا النائمة، لأن الوضع منذ يوم أمس أصبح مغلق حقيقة لبعض السكان في الحويجة وفي السكان الذين باقوا حقيقة منذ التحرير. هنا قلق يعني على يعني قلق أنه غلق عفوا تحدث عمليات أخرى داخل القضاء، ليس في الطرق الخارجية أو في المناطق أو في القرى النائية على مركز الحويجة. فيعني هناك قلق منذ يوم أمس حقيقة، أنا شاهدته يعني برمى عيني وخرجت إلى بعض الطوابع، هناك انتشار للقوات الأمنية ولقوات الحشد الشعبي. نحن بحاجة منذ يوم التحرير المواطنين يناشدوننا ويقولون يجب على القيادة العسكرية أن تقوم بعملية عسكرية كبيرة للقضاء على كل جيوب تنظيم داعش الإرهابي، والقوات الموجودة داخل القضاء لا تكفي ولا تتناسب مع حجم القضاء، القضاء مساحته شاسعة جدا، قد تضاهي مساحة محافظة حقيقة، الحويجة يعني ليست بالقليلة مساحتها. نعم، طيب أستاذ محمد بسؤال أخير، يعني هل تتوقعون أن تقع حوادث لا سامح الله مثل ما حدث يوم أمس في حال إن لم تكن هناك إجراءات جدية لحفظ الأمن داخل الحويجة؟ نتمنى أن لا يحدث أي حادث، لكن إذا بقت الأمور هكذا ولم تحدث عملية تطهير وعملية عسكرية كبيرة جدا حقيقة، للأسف تحدث عمليات اغتيال وتعرض ويعني هجوم على بعض النقاط، لكن هذا الأمر مقلق حقيقة. إذا ما حدثت عملية عسكرية يبقى يعني غلق وهاجس لدينا ولكل المواطنين الموجودين في الحويجة. نعم، الناشط الإعلامي والمرافق للقوات الأمنية سيد محمد الجبوري، شكرا لك ولهذه الإيضاحات. أيضا أنتم أعزائي المشاهدين نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.